أيها الإخوة الكرام، ماذا أقول إن تجاوزنا الموضوع الساخن؟ فالموضوعات الأخرى لا يلتفت إليها المستمعون. هناك موضوعات ضاغطة، موضوعات ساخنة، موضوعات تغلي، هناك مفارقات حادة، هناك تناقض مريع بين صفات المؤمنين في القرآن الكريم وبين واقع المسلمين. كانوا دعاة سلام فأصبحوا مجرمين، كانوا دعاة إحسان فأصبحوا دعاة إساءة. على كل، الذي حصل أن العالم كله انقسم إلى مؤمن وكافر، محسن ومجرم، متمسك بمنهج الله وطاعن بمنهج الله. ماذا أفعل وماذا أقول ومن أي موضوع أبدأ وتحت أي عنوان تكون هذه الخطبة؟ فتحت كتاب الفتن فاخترت من كتاب الفتن بعض هذه الأحاديث، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام معنا. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعنا. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك فتنة تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة، فسكت القوم. قلت: أنا يا أمير المؤمنين. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، عودا عودا. الحصير كم عود فيها؟ ألوف. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. فتنة الشاشة، فتنة الإنترنت، فتنة المحمول، فتنة الاختلاط، فتنة المجلات، فتنة السينما، فتنة المرأة الكاسية العارية، فتنة الربا. تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. كل عود له أثر في القلب نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. حتى تصير على قلبين، يعني حتى ينقسم البشر إلى نموذجين: قلب أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة، وما أقلهم. ما دامت السماوات والأرض وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا. ما معنى ذلك؟ المرباد شديد السواد، ظلمة ما بعدها ظلمة، سواد داكن، سواد لا ترى فيه إلا السواد،
لا بصيص نور ولا خيطا رماديا، كالكوز أسود مرباد. القلب وعاء، لكن هذا الوعاء مجخية مقلوب لا يمكن أن يأخذ شيئا. ضع الكأس على عكس وضعه، صب فيه الماء، قعره نحو الأعلى، كالكوز مجخية أي منكوسة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب في هواه. هذا واقع العالم اليوم، قلب أبيض لا تضره فتنة لأنه أنكر هذه الفتن فتنة فتنة، فهي كالحصير فيه أعواد لا تعد ولا تحصى، وكل عود فتنة. وقلب آخر أسود داكن كالكوز مجخيا أي مقلوبا، ليس فيه خير إطلاقا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. الآن العالم منقسم قسمين، مؤمن وكافر، محسن ومجرم، صادق وكاذب، منضبط ومتفلت، وهكذا. وهذا الانقسام في كل مكان وفي كل زمان وفي كل مجتمع، إلا أن القسم الأقل هو القسم الأول. أيها الإخوة الكرام، تعوذوا بالله من أن نكون مع القسم الثاني، مع القسم الذي يعم معظم الناس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم. يبدو أن الله أطلعه على ما سيكون في آخر الزمان. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا لهذه العصور الثلاثة الأولى التي كان فيها الإسلام متألقا: البطولات، الوفاء، الكرم، الحياء، المروءة، النجدة. طبعا امرأة قالت: ومعتصمة. المعتصم لم يجلس حتى جهز جيشا وغزا الروم وأنقذها. رب ومعتصماه انطلقت، ملء أفواه البنات ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، بكاء منخفض لهذا الذي نسمعه. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. يظهر النفاق، موجة نفاق تجتاح العالم، النفاق للأقوياء ولو كانوا مجرمين، والنفاق للأغنياء ولو كانوا مبذرين. يظهر النفاق وترفع الأمانة، الاحتيال والكذب والدجل وابتزاز أموال الناس، وتقبض الرحمة ويتهم الأمين ويؤتمن الخائن، ويكذب الصادق ويصدق الكاذب. أيها الإخوة الكرام،
من علامات قيام الساعة أن الحياء ينزع من وجوه النساء، وأن النخوة تنزع من رؤوس الرجال، وأن الرحمة تنزع من قلوب الأمراء. لا حياء في وجوه النساء، ولا نخوة في رؤوس الرجال، ولا رحمة في قلوب الأمراء. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكسر الزلازل ويتقارب الزمان، تنتقل من طرف الدنيا إلى طرفها الآخر في ساعات، وتتصل مع أقصى مكان في الدنيا في ثواني، يتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكسر الهرج. ما الهرج؟ قال: القتل، قتل كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل، ولا المقتول فيما قتل. يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه. وحتى يكثر فيكم المال فيفيض، وحتى يتطاول الناس في البنيان، الأبراج 50 طابق فما فوق، 90 طابق فما فوق، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. إذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأمركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. وإذا كان أمراؤكم صلحاءكم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا، لأن الله أطلعه أن أمته من بعده سترجع كفارا. ما علامة كفرها؟ قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قتل، ذبح، تمثيل، تعذيب، إبعاد، تشرد. ويقول عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي 30 الفتن على أبوابهم كمبارك الإبل، لا يعطون أحدا شيئا إلا أخذوا من دينه أضعافا. العطاء مقابل أن تتنازل عن دينك. لا يعطون أحدا شيئا إلا أخذوا من دينه أضعافا. وهناك أناس فهموا الإسلام فهما معكوسا، فهموه تكفيرا، فهموه تشريكا، فهموه قتلا، فهموه استعلاء، فهموه وصاية. قال عليه الصلاة والسلام: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وعن حذيفة بن اليمان: أتتكم الفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً
ويمسي كافراً، يبيع دينه من أجل منصب، من أجل مبلغ، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع أحدكم دينه بعرض من الدنيا قليل. يعني إذا جاء مبلغ فلكي مقابل أن تكتب إن الموت كان طبيعياً، والموت كان قتلاً، باع دينه كله بهذا التقرير. يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا قليل، يعني كان مؤمناً فأصبح كافراً، أمسى مؤمناً فأصبح كافراً، أو أصبح مؤمناً فأمسى كافراً. من علامات آخر الزمان. المؤمن لا يباع ولا يشترى، المؤمن رقم صعب، لكن المنافق رقم سهل، له ثمن محدود. في إنسان بألف ليرة، إنسان بمليون، إنسان بخمس ملايين، يبيع دينه، يبيع ورعه، يبيع صلاته، يبيع صيامه، حجه، زكاته. قال حذيفة: فداك أبي وأمي يا رسول الله، حدثنا في الفتن. قال: يا حذيفة، إما أنه سيأتي على الناس زمان، دققوا، هذا الكلام بزمن الفتن فقط، القائم فيه خير من الماشي، لأن تكون واقفا أفضل من أن تمشي، والقاعد خير من القائم، والقاتل والمقتول في النار. القاتل والمقتول، يعني أكبر وعيد توعد الله به الناس في القرآن أن تقتل مؤمناً متعمداً، وهذا يقع كل يوم. المؤمنون يقتلون من قبل مؤمنين. القاتل والمقتول في النار، لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. أيها الإخوة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفتن فعظمها، فقال علي بن أبي طالب: يا رسول الله، ما المخرج منها؟ قال: كتاب الله، فيه حديث ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وفصل ما بينكم، من تركه من جبار قصمه الله، ومن تتبع الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم، هو الذي لما سمعته الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ما في حل، ما في حل مهما تعددت الحلول إلا أن نصطلح مع الله، لأن الله أعزنا في الماضي بالإسلام ولا يعزنا بشيء آخر. ما في حل إلا أن نقيم الإسلام في بيوتنا، والحل الذي أضعه بين أيديكم بإمكان كل واحد منا. دعك من المجموع، دعك من الأقوياء، دعك من الطواغيت، أقم الإسلام في بيتك، وأقمه في عملك، وانتظر من الله النصر. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الحل الأول والأخير القرآن الكريم، أن نعود إليه، وأن نعود إلى فهمه من السنة الصحيحة، ومن فهم الأجيال الثلاثة من صحابة رسول الله. فإذا عدنا إلى الله عاد الله لنصرنا، واستعدنا دورنا القيادي، وأصبحنا أعلاماً بين الأمم. أما الآن والله نحن
مضغة الأفواه بين الأمم، والله يسخر بقصصنا. نتقاتل، لسنا مؤهلين أن نحكم أنفسنا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالطاعة وعليكم بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إلزم الجماعة، كن مع المؤمنين، لا تنفرد برأي، خذ رأي العلماء الأجلاء الربانيين الورعين، لا تجتهد من عند نفسك، لا تسبب للمسلمين متاعب لا تنتهي. المسلمون سلمهم واحدة وحربهم واحدة. عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنت يا عوف إذا افترقت هذه الأمة على 73 فرقة واحدة في الجنة؟ قلت: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كثرت الشرط، إذا كثرت الشرط وملكت الإماء. الأمر بيد النساء، امرأة تزلزل أكبر رجل، وملكت الإماء واتخذ القرآن مزامير، وصارت الزكاة مغرما عبء، والأمانة مغنما، وتفقها في الدين لغير الله، وأطاع الرجل امرأته وعق أمه، وأقصى أباه، ولعن آخر هذه الأمة أولها. الصحابة الكبار لعنوا، وساد القبيلة فاسقها، أفسق واحد سيد القبيلة، وأكرم الرجل اتقاء لشره. فيومئذ يفزع الناس إلى الشام، وإلى مدينة منها يقال لها دمشق، من خير مدن الشام، فتحصنهم من عدوهم. ونسأل الله أن تكون هذه البلدة على منهج الله، وهناك علامات تؤكد ذلك. الحديث ليس في الصحاح، درجته أقل من الصحاح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت عمود الإسلام، إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فأتبعته بصري فإذا هو نور صافع عمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، متابعة لموضوع الخطبة السابقة التي كانت حول الفتن ما ظهر منها وما بطن، وبينت لكم في الخطبة السابقة كيف أن العالم انقسم إلى قسمين: مؤمن وكافر، محسن ومجرم، صادق وكاذب، رحيم ومتجبر. وهذا الانقسام إلى قسمين يتضح من حديث كان محور الخطبة السابقة: تعرض الفتن
على القلوب كالحصير عوداً عوداً. وذكرت أنواع الفتن التي ابتلي بها المسلمون، قلت الشاشة فتنة، والإنترنت فتنة، والجوال فتنة، يستخدم استخدامات خطيرة جداً، وقلت المرأة في الطريق فتنة، والصحف فتنة، والمجلات فتنة، والاختلاط فتنة. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى يصبح أسود مرباداً مجخياً، كالكوز مجخياً، يعني إناء مقلوب على فمه، لا يعي على خير، ولا يعرف معروفاً، ولا ينكر منكراً. وأي قلب أنكرها كان هذا القلب أبيض صافياً لا تضره فتنة. الموضوع الأول انقسام العالم إلى قسمين، يعني المساحة الرمادية بين الأبيض والأسود اختفت الآن. إما أن ترى امرأة شبه عارية أو ولية لله عز وجل، حجاب وعلم وفقه وقرآن وطاعة. إما أن ترى شاباً معلقاً بالمساجد، معلقاً بفعل الخيرات، معلقاً بمتابعة العلم، معلقاً بأن يقدم لأمته شيئاً، أن يكون شيئاً مذكوراً، أو شاب ساقط في وحل الرذيلة. هذا من سمات العصر، وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى. أيها الإخوة، متابعةً لهذا الموضوع، يقول عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة. يبدو هذه الفتنة شيء خطير جداً. القاعد خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها. ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: يا رسول الله، أرأيت من لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. المعنى الإجمالي: إياك ثم إياك ثم إياك في زمن الفتن أن تكون طرفاً في خطة لإفقار المسلمين، أن تكون طرفاً، أن تكون مساهماً، أو لإضعافهم، أو لإضلالهم، أو لإفسادهم، أو لإزلالهم، أو لإبادتهم. فالمسلم الذي يتعاون مع أعداء المسلمين لإضعاف المسلمين، لكشف عوراتهم، لاكتشاف أماكن الضعف فيهم، الذي يتعاون مع أعداء المسلمين مسأله كهذا المنديل تمسح به أقذر عملية ثم يرمى في المهملات. أيها الإخوة الكرام، أتمنى على الله عز وجل أن تسهم في بناء هذه الأمة، أن تحمل همومها، أن تخفف من متاعبها، لا أن تكون طرفاً في إضعافها أو إفقارها أو إضلالها أو إفسادها أو إزلالها أو إبادتها. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذه نقطة أولى. ويقول عليه الصلاة والسلام: ائتمروا بالمعروف. طبعاً الحديث الأول رواه مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحاً مطاعاً، رأيتم مادية مقيتة، يبيع الرجل أباه بدريهمات، حتى إذا رأيتم شحاً مطاعاً وهواً متبعاً
غرق الناس في الشهوات إلى قمة رأسهم، ودنيا مؤسرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلاً يعملون مثل عملكم. قيل يا رسول الله أجر 50 رجلاً منا أو منهم؟ قال بل أجر 50 رجلاً منكم، يخاطب أصحاب رسول الله.